لكن ايضا حزام. السلام عليكم. السلام عليكم. شلونك اخوي؟ سيدي فيما يخص اجازته، هل هي في نوع المختص بالمركبه؟ هسه هو يقود مركبه نقل اشخاص. نعم صح صحيح. هسه هو هذه الاجازه، هو اجازته صحيحه يعني ونافذه لغاية 2029. تمام الإجازة صحيحة. أولاً نشكرك على حزام الأمان، ثانياً نشكرك أنه أنت مراجع ونطلع لك إجازة وما عندك مشكلة. لازم مخالفتك شنو؟ واقف بنص الشارع. واقف بنص الشارع ما علق. نصيحتك إلى نفسك؟ ميصر. ميصر تمام. أنا مو الغاية أنه تقول لي ميصر، أنا سؤالي إليك هسه إذا شخص أمامك مسبب نفس العرقلة اللي دا تسببها حضرتك، شنو الحل؟ راح يصير ازدحام وهاي وما يصير تضوج له وتنزعج له. لا صح صح. ليش؟ لأنه أنت على باب الله ما تريد أحد يأخرك. نصيحتك لنفسك؟ والله ما يصير واعتذر أنا. يعني ما يصير وأنا أعتذر. طبعا سيدي شنو الاجراء القانوني؟ بالبدايه طبعا ايضا اشكره على ارتداء حزام الامان. نعم. وايضا على تطبيقه للقانون عند اجازه السوق اصوليه. نعم. وايضا غير منتهيه. لكن انا انبه على هاي المخالفه، الوقوف ساي الثاني، هاي مخالفه احنا ما نسمح بها. نعم. لان هذه تاثر على حركه السير والمرور. شكرا. تتخذ الاجراء؟ اكيد اكيد. شكرا.